السبانخ حقائق وفوائد. السبانخ سبيناتشيا أوليراتشيا من الخضروات ذات الأوراق الخضراء، وأصلها بلاد فارس، تنتمي إلى فصيلة القطيفيات مثل الشمندر، وتعد صحية جدا لما تحتويه على مواد غذائية ومضادات الأكسدة. قد يفيد تناولها صحة العينين ويقلل من الإجهاد التأكسدي، فرط إنتاج العوامل المؤكسدة وعدم القدرة على التخلص منها بفعالية. السلق يساعد على الوقاية من السرطان وينظم ضغط الدم. يوجد العديد من الطرق لتحضير السبانخ، ويمكنك شراؤها طازجة أو معلبة وتناولها مطبوخة أو خضراء، فهي لذيذة في كل الحالات. لنتكلم أولا عن مكونات السبانخ. يحتوي كل 100 جرام من السبانخ الخام على 23 سعرة حرارية، 91% مياه، 2.9 جرام بروتين، 3.6 جرام كربوهيدرات، 0.4 جرام سكر، و0.2 جرام ألياف، 0.4 جرام دهون. تتألف معظم الكربوهيدرات في السبانخ من الألياف، وهي صحية جدا، وتحتوي أيضا على كميات قليلة من السكر، معظمها على هيئة جلوكوز أو فركتوز. السبانخ غنية جدا بالألياف غير الذوبة في الماء، ما قد يعزز صحتك بعدة طرق، إذ تضيف إلى حجم الفضلات أثناء مرورها في الجهاز الهضمي، ما قد يساعد في منع الإمساك. تعد السبانخ أيضا مصدرا ممتازا للكثير من الفيتامينات والمعادن كفيتامين A وفيتامين C وفيتامين K1. حمض الفوليك. حمض الفوليك هذا المركب مهم للنساء الحوامل، لأنه ضروري لحسن سيرة الوظيفة الخلوية ويساعد على نمو الأنسجة. كما يحتوي السبانخ على الحديد والكالسيوم. الحديد تعد السبانخ مصدرا ممتازا للحديد الذي يدخل في تكوين بروتين الهيموغلوبين الذي يحمل الأكسجين إلى خلايا الدم. أما الكالسيوم الضروري لصحة العظام ونقل الإشارات العصبية من الجهاز العصبي إلى العضلات. تحتوي السبانخ أيضا على العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. كما تحتوي السبانخ على العديد من المركبات النباتية، لوتين وزياكسنثين، يساعدان على تحسين صحة العين. كامبيفيرول مضاد أكسدة، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة. النطرات. تحتوي السبانخ على نسبة عالية من النطرات التي تساعد على تقوية القلب. الكيرستين. تعد السبانخ من أغنى المواد الغذائية به، وهو مضاد أكسدة قد يقاوم العدوى والالتهاب. الفوائد الصحية للسبانخ. أولا، تقليل خطر الإجهاد التأكسدي، صحة العين والوقاية من السرطان والوقاية من ضغط الدم أيضا. كما له آثار سلبية محتملة، منها حصيات الكلى وتجلط الدم.